السلام عليكم. اليوم ان شاء الله رايحين نعلمكم كيفاش نديروا الكارلاج بطريقه سهله يقدر اي واحد يديرها في الدار. بوغ لي زوتي عندنا هذه مسكله انتريال، عندنا هذه المشطه، هذه كان بغيت نحتاج سباتول كيما هذه، هذا ميلونجور، بيرسوز ولا باش نخلطو بيها. دونك سي ساف، نديرو شوية ماء، تقدروا تخلطوا باليد مي بالماشينه شويه دقيقه هنا للكولا نتاع الارض كي تكون كيما هكذا ما تطيحش، صافي ديك الكولا تاعك هي مليح. فوالا بون، نبداو نقليو هنايا من الجهه هذه، هنا واحد، هنا واحد، هنا ونبدأ نروحو هنا. كيما نديرو هكذا تهلين كومبلي، من بعد نبداو نحطو الكارلاج تاعنا. بالطريقة هذي شوف الكارلاج لا مش مكسر، كيما هذي مكسرة نديروها. نجيبوك كارتون اخر بالطريقة هذه.
ميرسي فريد. دروك نبداو نديرو الكروازيون هادو. نديرو وحده هنا 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 وحده هنا. انا نكملو كيما هاك. خاوتي كما راكم تشوفوا من بعد نكملوا بهذه الطريقه كل لا سيرفاس هذه. وش نقول لكم؟ بارك الله فيكم. وشوفوا برك نوريكم حاجه حنا كي نعودوا باش نبداو لازمنا نبداو من الباب. قال هنايا تكون دروه. انا بديت منا دائما نبداو من جهه الكراج. هذا سما عباره عن كراج فوالا. لازم يكون نفس المسافه هنايا باش كي تفتح الكراج يبان نظيف. هذه كاع كونستركسيون جديده. هاي راهي البلاد هاي بعيده شويه. المهم هذا الفيديو جست وريته لجماعة اللي ما مش حابين يجيبوا كارلور ولا باش يخدم. يقدر يخدم وحده وبشوية برك. وان شاء الله كاش سؤال كاش استفسار راني هنا في الفيسبوك ان شاء الله ونعاون خاوتي وما كاش مشكل. هيا السلام عليكم. تهلاو في رواحكم. Thank you.